تأهلنا ككل، يعني ما مانيش انا اللي ساهم في بتأهل المنتخب الوطني، الفريق كامل يعطيهم الصحة، قدموا مباراة بطولية. يعني انا قمت بالجزء الاسهل وماركيت الكرة، يعني كل الفريق كان قدموا مباراة بطولية. نشكرهم، نشكر كل طاقم فني، كل يعني كل طاقم طبي الفني اللي ساهموا في التأهل. الحمد لله يا ربي، ان شاء الله ربي يوفقنا في المباراة القادمة ان شاء الله. نعم، مقابلة يعني راح تكون نهائي، يعني نهائي يعني الديربي المغاربي مع منتخب مغربي. يعني جمهور قسنطيني نطلب منهم الدعم، يعني دعمهم، وحنا الباقي علينا ان شاء الله في الملعب.